فتكون الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، لأن الصلاة الأولى هي المغرب، الثانية أصبحت العشاء، الوسطى أصبحت الصبح. فبعض المذاهب يؤكدون على أنها الصبح، بعضها يؤكد على أنها العصر. لكن إذا رجعنا إلى الآية الكريمة التي ذكرتها سيادتك، قال تعالى حافظوا على الصلوات، إذا انتهينا من الصلوات الخمسة، والصلاة الوسطى إذا هي نوع آخر من الصلوات ليس لها علاقة بالصلوات الخمسة. فماذا يعني الصلاة الوسطى؟ الصلاة الوسطى هي وسطى بين كل صلاتين، يجب أن أبقى مرتبطا مع الله بالناحية العملية التنفيذية. فالصلاة الوسطى إذن هي وسطى بين كل صلاتين لكي يبقى الإنسان منضبطا 24 ساعة. إذن هي الأعمال الصالحة بين صحيح. كل صلاة وصلاة. لكي نعرف أنه إنسان ليس لديه طريق محدد، ليس لديه منهجية واضحة، ليس لديه خطة يسير عليها، خطة علمية يسير عليها في تفسير الآيات، فقط هو يقول ما يدور في رأسه وما يمليه عليه شيطانه، هذا هو الذي يتكلم به. عندما نقول، طبعا بغض النظر عن التفسير الصحيح للصلاة الوسطى سنأتي عليه، لكن هو يقول أن الصلاة الوسطى ليس لها علاقة بالصلوات الخمس، ثم قال هي الصلاة الوسطى بين صلاتين. على هذا أنا فعليا أول ما خطر ببالي أنه سيقول أنها صلاة السنة، لأن بين كل صلاتين صلاة سنة، فظننت أنه يريد أن يقول أنها صلاة السنة، فقلت يعني جيد جيد، تفسير خاطئ لكن جيد نوعا ما. طبعا لماذا أقول ليس لديه منهجية واضحة؟ لأنه لم يفسر الصلاة بآية أخرى من القرآن، وفقط قال ما يمليه عليه شيطان. طبعا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، معروفة معروفة عند العلماء، يعني ليس معروفة بشكل عام. فقوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يسمى عطف الخاص على العام، مثل أن أقول جاء الأحبة والشيخ، الشيخ من الأحبة، تنزل الملائكة والروح فيها، الروح من الملائكة، الروح وجبريل من الملائكة، الملائكة والروح فيها. فهذا مستخدم دائما في لغة العرب، ذهبت إلى السوق وإلى المحل الفلاني، قام الناس وقام بكر، هذا أسلوب عربي مشهور في القرآن، في الشعر، في النثر، في الكلام العام بين الناس. وأنت خبير في لغات القبائل ولا تعرف هذا؟ هذا أمر مخجل. فالصلاة الوسطى ألف فيها الحافظ عبد المؤمن الدمياطي رحمه الله تعالى كتابا حول التحقيق في ما هي الصلاة الوسطى، وفعلا من العلماء من قال هي صلاة الصبح، ومنهم من قال صلاة العصر، لكن الصحيح أنها صلاة العصر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب، غزوة الأحزاب، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا واضح يعني لا تعقيب عليه، وهو قول أكثر الصحابة، لكن يبدو أن الصحابة لا يعلمون ما يعلمه علي الكيالي، لأنه كما قال في بداية كلامه أنه المرجع الوحيد للمسلمين منذ 1400 سنة، والوحيد الذي طلب العلم. طبعا بالنسبة لماذا هي صلاة العصر، أو كيف نوفق بين أنها صلاة العصر وبأن الليل يسبق النهار فيكون الفجر هي يجب أن تكون الوسطى؟ فنقول بما أنه ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فيكون قول الله عز وجل الوسطى ليس بمعنى الوسطى أي المتوسطة بين شيئين، بل معناه الوسطى أي فضلة، مثل قوله تعالى أمة وسطة، والأمة الإسلامية أتت في آخر الأمم زمنيا لكنها وسطة، كناية عن التفضيل وكذا. وكذلك صلاة العصر هي أوسط الصلاة أي أكثرها فضلا، والله أعلم.